وينضم إلينا من غزة دكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة. دكتور أحمد، هناك أنباء عاجلة عن إصابات لديك نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى، فما حقيقة الأمر؟ نعم، هذه حقيقة. تم استهداف المنازل المتاخمة للمستشفى بحزام ناري من طائرات الاحتلال، وكانت كميات المتفجرات الموقعة على هذه المنازل ضخمة وكبيرة، حيث أن وهج النيران وصل إلى المستشفى، وهناك شظايا كثيرة وصلت إلى المستشفى وركام داخل باحة المستشفى، مما أدى إلى إصابة 8 من الموظفين في مستشفى العودة، وأحد ضباط الإسعاف لدينا، وأحد ضباط الإسعاف في طاقم 101، وسيارات 101، اثنتين من سيارات 101 خرجتا عن الخدمة نتيجة تدميرهم تدمير كامل، وإحدى سيارات مستشفى الإسعاف مستشفى العودة أيضا دمرت بالكامل، ومرافق المستشفى تضررت ضرر كبير، ولكن الحمد لله نحن هنا ومستمرون في تقديم خدماتنا في مستشفى العودة. إذن دكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة في شمال غزة يفيدنا الآن بأن الاحتلال استهدف منازل قريبة من أو متاخمة للمستشفى، أصيب 8 موظفين بحسب تصريحات دكتور أحمد، وضابطا إسعاف، وكذلك سيارتان للإسعاف دمرتا بالكامل، وأيضا أجزاء من المستشفى دكتور أحمد، أليس كذلك؟ نعم صحيح، وسيارات الموظفين في ساحة المستشفى دمرت بالكامل أيضا. نعم، طيب يعني كيف تبدو الحالة داخل المستشفى من حيث التجهيزات الطبية والاستعدادات لعلاج المصابين؟ نحن أعلننا منذ يومين عن توقف المولدات الرئيسية الكبيرة في المستشفى نتيجة نفاذ كميات الوقود لدينا، ونشدنا عدة مرات المؤسسات الدولية والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكل أصحاب العلاقة لتزويدنا بالسولار، ولكن للأسف الشديد دون جدوى، ولكننا مستمرون في تقديم الخدمات بطرق بدائية وطرق يعني كشافات وبطاريات، ونقدم الخدمات داخل المستشفى ونجري عمليات جراحية أيضا، ومستمرون في تقديم خدماتنا، نرفع المرضى بالشيالات بواسطة الأفراد من طابق إلى آخر، لا يوجد يعني أصدرات داخل المستشفى لا تعمل، حيث أن معظم الأجهزة في المستشفى تعمل بالطاقة الكهربائية كما تعلم. نعم، ونحن معك دكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة نتابع هذه اللقطات المباشرة من مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وبطبيعة الحال نستمع معكم جيدا إلى هذه الأصوات، أصوات الصواريخ والقنابل التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إذا نعود إليك مرة أخرى دكتور أحمد، يعني فيما يتعلق بالمواد الطبية في ظل الحديث عن دخول مساعدات وجهود إغاثة، هل وصلكم أي شيء خلال الأيام الماضية؟ للأسف الشديد رغم وصول بعض المساعدات البسيطة من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، إلا أننا في شمال قطاع غزة ومستشفى العودة تحديدا لم يصلنا أي شيء من هذه المساعدات على الإطلاق، وحتى كميات الوقود لم يصلنا سولار بالمطلق، ونحن نعاني من نقص في المواد الطبية والأدوية الطوارئ وأدوية التخدير وبعض المستلزمات الطبية التي تعوق الطواقم تقديم خدماتها بشكل مثالي لمرضانا، ويوجد نقص في بعض الأصناف الرئيسية والأساسية، مما يؤدي سلبا على سير علاج هؤلاء المرضى ويعرضهم ويعرض حياتهم أيضا للخطر والمضاعفات. كيف يؤثر ذلك على إجراء العمليات، خاصة وأنك يعني أنكم صرحتم قبل قليل بأن عمليات الولادة تجرى في المستشفى بطرق بدائية؟ يعني نحن نقدم نعمل في داخل غرف العمليات، على سبيل المثال القيصريات نجريها بالبنج النصفي، لا يحتاج أجهزة، ونقيس ضغط المريضة بالطرق البدائية باليدوي، ويعني
نقدم خدمات الجراحة بطرق التخدير الريجنال وأدوية التخدير الموضعي. يعني هذا هو ما يتري، حيث أن أجهزة التخدير تعمل على الطاقة الكهربائية ولا يوجد لدينا الآن طاقة كهربائية. يعني نحن المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في شمال قطاع غزة حاليا، ونحن يعني ملتزمون تجاه أبناء شعبنا في تقديم هذه الخدمات، وسنبقى مستمرون حتى النهاية في تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا. نعم دكتور أحمد، يعني ما الرسالة التي يعني تبغي أن تقدمها للعالم ولمن يسمعنا الآن؟ قد ناشدنا كثيرا ومرارا المجتمع الدولي، الأمة العربية والدول العربية بالتحرك في وقت الأزمة فورا على الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة والمنشآت المدنية والبنية التحتية لهذا القطاع الذي يتعرض وجنوبه ووسطه لهجمات مستمرة تطال الأطفال والأبرياء في بيوتهم ومنازلهم الآمنة. يعني ولكن من هنا ومن داخل حرم مستشفى العودة أؤكد على أن جميع الأحرار في العالم عليهم التحرك للحد الصهاينة والكيان الصهيوني لوقف هذه الهجمات وهذه هذا العدوان الشرس على قطاع غزة، والالتزام بقوانين القوانين الدولية ومعايير الإنسانية الذي يفتقدونها في 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 هذا العدوان، حيث أن معظم الإصابات والشهداء من الأطفال والنساء والأبرياء. نعم، يعني بما أننا تحدثنا عن الإصابات دكتور أحمد، الإصابات وماذا الأدلة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا؟ يعني من طبيعة الإصابات التي وصلنا إلى المستشفى هي مختلفة. لدينا يعني أثناء العمليات الجراحية والعمليات الاستكشافية للبطن استخرجنا كرات معدنية من القذائف الدبابات، يعني هم يستهدفون بمعنى أنهم يعني يريدون إلحاق الأضرار بالمدنيين وإصابتهم إصابات في مختلف أنحاء الجسم. أيضا الحروق، يعني الحروق الكثيرة التي تصل هنا إلى المستشفى، الحالات تصاب بحروق فوق 40-50%، وهذا يحتاج إلى مراكز متقدمة لتقديم خدمات لهؤلاء المرضى، تحتاج إلى أسابيع وأيام طويلة للعلاج وإمكانيات كبيرة نفتقر إليها الآن في مستشفى العودة، مما يؤدي سلبا على تقديم هذه الخدمات لأبناء شعبنا خاصة الأطفال منهم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، كنت معنا هاتفيا.